بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على قناة وموقع هوس التكنولوجيا. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة رسمية لكيفية شراء نسخة ويندوز 10 بروفيشنال أساسية وأصلية قابلة للتحديث. أنا شخصيا استخدمت واشتريت نسختين وقمت بتفعيلهم. النسخة الأولى تقريبا عمرها بحدود السنتين ونصف، وإلى الآن أقوم بتحديثها بشكل مستمر ولا توجد أي مشاكل. قمت بشراء النسخة من الموقع المشهور eBay.com. تدخل عليه وتكتب هنا ويندوز 10 برو في مثلا 64 بت، وهو سيعرض لك نتائج. أنا اشتريت من بائعين، والبائعين يعني أرسلوا لي مفتاح الويندوز على الإيميل، وقمت بتنشيط النسخة بشكل اعتيادي ولا توجد أي مشكلة. النسخة الأولى، هذه هي النسخة الأولى لدي، هذا الجهاز الأول، وهنا سأذهب إلى خصائص الويندوز. كما تلاحظون بأن النسخة is activated، Windows is activated، أي أن النسخة منشطة. إذا كنت تستخدم نسخة مقرصنة وغير أصلية ولكنك قمت بتنشيطها بطريقة غير شرعية، فيمكنك شراء المفتاح ومن ثم تذهب إلى تغيير الكود على هذا الأمر Change Product Key، ومن ثم تضع الكود الجديد وتضغط Next وتقوم بالتفعيل. هذا طبعا في حال لديك نسخة مقرصنة غير أصلية وتريد الاستفادة من التحديثات التي تصدرها شركة مايكروسوفت. هذه النسخة الأولى. لدي النسخة الثانية الآن، طبعا أنا أعمل على الريموت ديسكتوب. هذه هي النسخة الثانية، لدي جهاز آخر أيضا نفس الطريقة. نذهب إلى البروبرتيز، وكما ترون بأن الويندوز منشط ومفعل بشكل رسمي، ويندوز is activated. كما ذكرنا، إذا كنت تستخدم نسخة مقرصنة فقط اضغط على هذا الأمر وقم بتسجيل الكود الذي قمت بشرائه. طبعا طريقة شراء المفتاح، نذهب إلى موقع الإيباي وتكتب هنا مثلا ويندوز 10 برو كي ثم انتر. سيعرض لك نتائج كثيرة. ما هو الاختيار الافضل لشراء المفتاح ولتكون على ثقة؟ يعني افضل عمليات الشراء هي الاكثر مبيعا. فكما نلاحظ، هذه النسخة قام بشرائها 7244 شخص قاموا بشراء هذه النسخة. فلو كان يوجد مشاكل بهذا المفتاح أو هذه النسخة لما قام هذا العدد بشراء هذه النسخة. انزل الأسفل أيضا سترى هذه النسخة فيها حوالي 10,000 وأزيد، يعني هذه علامة الزائد تفيد بأن هناك أكثر من 10,000 زبون اشترى هذه النسخة. فإذا يمكنك اعتماد هذه النسخة لأنها الأكثر مبيعا أو اعتماد النسخة الأولى. هناك نسخ كثيرة أيضا، لاحظ هذه 7200 أيضا، هنا 3000 مشتري، وهنا 200، هنا 3000 مشتري، وهكذا. إذا اعتمد على النسخة الأكثر مبيعا، تقوم بالدخول إليها. وطبعا يجب أن يكون لديك حساب على الإيباي، ثم تضغط على Add to Cart لإضافته للسلة، أو Buy It Now للذهاب إلى السلة والدفع. الموقع يقبل ب أي عملية دفع كانت، سواء بالباي بال أو الفيزا أو الماستر كارد وما إلى ذلك. بعد عملية الشراء بساعة تقريبا، ستقوم الموقع بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني. سأفتح الرسالة أمامكم.
هذه هي الرسالة التي وصلتني من الـ eBay، وفيها مفتاح الويندوز كما ترون أمامكم. طبعا لا أستطيع أن أظهر المفتاح لأن أي استخدام خاطئ للمفتاح سيقوم بإلغاء جميع التراخيص الموجودة على الأجهزة. وهذه هي النسخة التي اشتريتها. طبعا بالوقت الذي اشتريت فيه كان سعرها تقريبا 2 باوند، يعني بحدود 3 أو 4 دولار على ما أذكر. الأسعار تتغير من وقت إلى آخر. الآن في وقت شرح هذا الفيديو سعر النسخة 6.5 دولار. طبعا حتى وإن وصلت 10 دولار فالمبلغ يعني بسيط جدا مقابل الميزات التي ستحصل عليها من خلال شرائك لنسخة الويندوز 10 الأصلية. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الفيديو. نسأل الله العظيم الفائدة للجميع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.